السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بجميع المشاهدين وبجميع التلاميذ مستوى الثالثة ثانوي إعدادي. درس اليوم مادة الفيزياء وهو الكتلة والوزن أو الكتلة ووزن الجسم. نعم، بسم الله. وزن الجسم، نعرف وزن الجسم. الأرض تطبق قوة على الأجسام، وهي قوة جذب. إذا الأرض تطبق قوة على الأجسام وهي قوة جذب. تسمى هذه القوة بوزن الجسم. نرمز لها ب تي. نرمز لها بهذا الرمز تي، بحيث شدتها هي تي تساوي ام فوج. إذن تي هي وزن الجسم أو شدة وزن الجسم، وام هي كتلة الجسم، هذه بالنيوتن كتلة الجسم، بالكيلوغرام، وجي شدة التقال، شدة التقالة بالنيوتن على الكيلوغرام. نعم، الكتلة مقدار ثابت لا يتغير، مقدار ثابت لا يتغير من مكان إلى آخر. أما جي شدة التقالة، مقدار يتغير حسب المكان والارتفاع. يعني جي شدة التقالة هو مقدار فيزيائي يتغير من مكان إلى آخر حسب الارتفاع، و تي وزن الجسم مادام انه مرتبط ب ام و جي، ف تي وزن الجسم كذلك يتغير من مكان لاخر حسب الارتفاع. ملاحظة، كلما ارتفعنا عن سطح الأرض أو سطح البحر كلما انخفض وزن الجسم. كلما ارتفعنا عن سطح الأرض كلما انخفض وزن الجسم. نعم، مميزات وزن الجسم. إذن مميزات وزن الجسم، أولا نقطة التأثير وهي جي مركز ثقل الجسم. إذا نقطة تأثير وزن الجسم اللي هو القوة بي، نقطة التأثير هي جي مركز ثقل الجسم، سنتر دو غرافيتي. ثم خط التأثير
الخط التأثير والمستقيم، المستقيم الرأسي، نقول الرأسي أو العمودي أو الشاقولي، المار من جي مركز ثقل الجسم، كذلك الملح. إذن الملح من جي نحو مركز الأرض أو نحو الأرض، ثم الشدة شدة وزن الجسم تقاس بالدينامومتر، دينامومتر أو نحسبها أو تحسب بالعلاقة هي تساوي M في جي. M هي الكتلة والجي هي شدة التقاه. نعم، إذن بهذا القدر نكون قد أسممنا درس الكتلة والوزن أو الكتلة ووزن الجسم لمستوى الثالثة ثانوي إعدادي. مرة أخرى ما تنسوش دعم القناة بالاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو باش تعم الفائدة، ولما فهم شي حاجة خليها لي في الكومنتير ونجاوب لي عليها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.